المطاعم بتجهز الوجبات بسرعة ازاي؟ طبعا ده بيختلف على نوع المطعم ونوع المنيو اللي بيقدمه المطعم ايه، لكن خلينا اقولك سريعا، في اطباق مثلا في المنيو مستحيل انها تتجهز من بدري قبل ما العميل يطلبها، لا هي مش هتطبخ ومش بتتعمل الا لما العميل يطلبها، زي مثلا الحاجات اللي بتتقلى، وزي مثلا المشويات. صحيح في مطاعم ان هي بتقول لك انا بشمع المشويات في الاول والكلام ده، بس الكلام ده غلط مش صح وما ينفعش ان هو يتعمل. المشويات بتتشوى وقت ما العميل بيطلب الاوردر بتاعه عشان تطلع حتة لحمة مظبوط وطعمها تمام. في نوع تاني من الاطباق بتتركب لما الزبون بيطلبها. يعني ايه بتتركب؟ بتتعمل، بيبقى فيه مثلا من ضمن مكوناتها مكونات نيه ومكونات مستويه، بتبتدي تتركب مع بعض تتعمل اول ما الزبون بيطلب الاوردر، زي مثلا المكرونات. تخيل كده لما بتيجي تعمل مكرونه بتسلق المكرونه على طول، ما بتاخدش وقت في الغلايه بتاعت المكرونه، بس لو هي معاها صوص بيبقى الصوص جاهز، وبتبقى مثلا لو معاها دجاج بتبقى الدجاج جاهز مشوي او مسلوق ومتقطع سلايز، وبعدين بيبتدي يركب الطبق كله مع بعضه في الطاسه، بنسميه كده تركيب او الاكارت، ويطلعه للعميل. في نوع تاني من الاطباق اللي هي بتتجهز او بتطبخ وبعدين بتتحط في الهوت هولدنج، بس دي طبعا ما ينفعش تقعد فتره طويله في الهوت هولدنج، ولو اتبقى منها حاجه اخر اليوم المفروض ان هي ما تشتغلش تاني. لما كانت في الهوت هولدنج فتره طويله زي البلمارين او زي الهوت كابينت الحراره. في نوع اطباق بتكون مطبوخه من الاول وبعد ما بتطبخ بيتعمل لها عمليه تبريد بطريقه صح في البلاست تشيلر او في حوض تلج، لان عمليه التبريد لو ما اتعملتش بطريقه صح ممكن تؤدي الى نمو البكتيريا، وده موضوع خطير جدا. ما تجيش تقول لي انا ببرد في درجه حراره الغرفه، غلط، ده يخلي الاكل يبقى مليان بكتيريا وما ينفعش تقعده، المفروض تاخده ترميه على طول. لكن طالما الاكل اتبرد صح بالطريقه المعتمده والطريقه الصح، فانت ممكن تحط الاكل في الثلاجه لمده يومين وتبيع منه، بس كمان بشرط انك لما تطلع الاكل وتبتدي تبيع تعمل له عمليه التسخين او الريهيتنج بطريقه مظبوط. بس لو انت بتسال السؤال وعايز نصيحتي، بعد ما تبرد الاكل بلاش تفرزنه وتحطه في الفريزر وتقعده في الفريزر لفتره طويله، لان ده بيقلل من الكواليتي بتاعته. حتى كمان لو انت بردته وهتحطه في الثلاجه مش لازم تحطه لمده يومين، انت ممكن تعمل الوجبه بتاعتك يوم بيوم، بحيث لو اتبقى منها جزء صغير في اخر اليوم هتشيله لتاني يوم ويخلص على السريع في بدايه اليوم، ما يقعدش فتره طويله وتقعد الاكل لمده يومين في التلاجة. فنصيحتي ليك ونصيحتي للناس اللي بتتفرج على الفيديو، اشتغل وجبات يوم بيوم، ولو عايز تبردها وتشيلها في التلاجة طالما هتبرد بطريقه صح مفيش مشكله، حتى لو اتبقى منها كميه هيتبقى كميه بسيطه هتشتغلها تاني يوم وخلاص، ما تقعدش فتره طويله في التلاجة، لان في الاول في الاخر الاكل كل ما بيقعد في التلاجة او بيقعد في الفريزر فجودته وطعمه بيقل وفايدته بتخسر. طبعا موضوع التبريد ده بيخلي موضوع الويست او الهالك من الاكل اقل، لانك لو حطه زي ما قلت لك في الهوت هولدنج سواء البلمارين او الهوت كابينت فانت ما تقدرش تشيله لتاني يوم، اللي يتبقى منه لازم يترمى ولو فترة معينة ما ينفعش يقعد اكتر منها في الهوت هولدنج.